السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بطلابنا الأعزاء. في هذه المحاضرة راح نتكلم عن موضوع الكومبلكس نمبرز. طبعا هذه المحاضرة أعطيت إلى طلبتنا الأعزاء في المرحلة الثانية جامعة كربلاء كلية الهندسة في بداية العام الدراسي، لكن كانوا فقط عدد من الحضور شعبة B المرحلة الدراسة الصباحية، وطالبتين فقط من الدراسة الصباحية شعبة A، ولم يحضر إلا عدد قليل جدا من طلاب الدراسة المسائية. تم إكمال المحاضرة في بداية العام الدراسي، لكن بسبب انشغال الطلبة أو عزوفهم عن العام الدراسي عن الدوام في بداية العام الدراسي لما تعرفوه من أسباب، لم يحضر العديد من الطلبة. لذلك المحاضرة أعطيت وأكدت على الطلاب أن هذه المحاضرة كانت معطاة. هذا الفيديو لتعزيز ودعم فهم المحاضرة، وهو شيء إضافي بالنسبة للطلاب، يعني رغم أن المحاضرة هي معطاة فهذا شيء إضافي. الطلاب أريدكم تنتبهون إن شاء الله، الطلبة اللي ما فهموا أو ما ماخذين هذا الموضوع. نجي على الكومبلكس نمبر. الكومبلكس نمبر بالحقيقة هي أعداد، شنو تكون؟ أي عدد من الحين أي معادلات، معادلة من الدرجة الثانية أو معادلة من الدرجة الثالثة أو أي معادلة كانت تريد نوجد قيمة مجهول للمعادلة وظهر لنا تحت الجذر مقدار سالب، أوكي؟ فمعناها احنا نقول عليه ما ممكن الحل سابقا، لكن هو بالحقيقة يحل او يسمى كل جذر سالب واحد هو عدد مركب او يسميه الجزء التخيلي. فبالتالي العدد المركب هو راح يكون عبارة عن جزئين من حل معادلة الدستور، هي مو معادلة الدستور، بها تحت الجذر بي تربيع ناقصا 4 اي سي. اذا كان البي تربيع اوكي اصغر من مقدار الـ4 اي سي بمعادلة الدستور فراح يطلع لي جذر سالب. فالجذر السالب كل جذر سالب واحد نسميه اي، او نسميه شنو هذا السيمبل اوف كومبلكس نمبرز. فعندنا العدد المركب بالحقيقه يكتب بالشكل التالي، هو عباره عن اي زائد اي بي. الاي هو الجزء الحقيقي من العدد المركب، هو اثنين اعداد الاي والبي هنا اعداد، لكن الاي هو الجزء الحقيقي والبي هو الجزء التخيلي. فيكتب العدد المركب بالشكل التالي اي بلس اي بي، الاي هو الرمز القيمه المركبه او ما يسمى سائل. اي هو عبارة عن جذر سالب واحد، فاذا نقول اي سكوير جذر سالب واحد الكل تربيع يبقى فقط سالب واحد. الاعداد المركبة لها خواص ولها طرق حل معينة، ممكن نرسمها على منحني يسمى الارجن بلين او منحني الاعداد المركبة، مثل ما نرسم الاكس واي هنا راح نرسم الاي والبي. الشكل هذا راح يوضح عملية الرسم، حيث محور الاكس او المحور الافقي راح نمثله بالجزء الحقيقي من العدد المركب اللي هو الاي، او نسميه real of z، real of complex number r of z اذا لقيته في بعض المصادر هاي العباره. والمحور الواي هو الجزء التخيلي من العدد المركب اللي هو البي، اللي هو الايماجينري اوف z، تمام. فاذا اردنا اي عدد مركب نمثله كنقطه، مثلا عدد مركب يمثل كنقطه مثل ما سابقا عندنا قيمه اكس واي لمعادله تتمثل كنقطه اكس واي نقدر نمثلها كنقطه، فهنا ايضا نقدر نمثل عدد مركب كنقطه في منحني الاعداد المركبه، حيث ان العدد مثلا اذا كان 2 زائد 3 اي الاثنين نتحرك 2، الاثنين يعني معناه القيمه الافقيه او الجزء الحقيقي للعدد المركب. فالجزء الحقيقي راح يتحرك بمقدار 2 1 2، والجزء التخيلي اللي هو 3 راح يصعد 1 2 3، وبالتالي ثبتنا النقطه. اذا كان عندي مثلا عدد مركب اخر سالب 2 سالب 2 اي، فبالتالي اتحرك يعني هنا الريال، لا تنسون مثل الاعداد المنحني مال الاعداد الاعتياديه الجزء الحقيقي به موجب وبي سالب، وكذلك الجزء التخيلي به موجب للاعلى وبي سالب للاسفل، يعني مثل الاكس والواي. فعندي سالب 2 راح تتحرك نحو اليسار بمقدار سالب 2، وايضا سالب 2 اللي هي التخيلي راح ينزل للاسفل سالب 2، فبالتالي حددنا نقطه اللي هي زد 2. واي نقطه اخرى نقدر نحددها ايضا، عندنا يعني ربع اول ربع ثاني ربع ثالث ربع رابع. نجي على العمليات الرياضية للأعداد المركبة algebraic properties of complex numbers. يعني عندنا مجموعة العمليات الرياضية اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسمة. راح ناخذ الجمع والطرح. عندما أريد نجمع عدد مركب أولي مثلا A زائد I B ومع عدد مركب ثاني C زائد I D، فعند جمعهما أو طرحهما راح نجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، وكذلك بنفس العملية بالطرح. فخلينا نشوف هاي العددين المركبين اي زائد اي بي زائد سي زائد اي دي، نجي ناخذ الحقيقي ينجمع مع الحقيقي فقط، لان هذا اللي بي رمز البي اي اللي مضروب فيه الاي هو الجزء التخيلي، ما يصير يجمع مع الجزء الحقيقي، تمام؟ لان هو راح يكتب بهذا الشكل مثل ما قلت لكم تحلو معادله الدستور، يطلع لك تحت الجذر مقدار سالب، فكل جذر سالب واحد اي، واللي باقي المقدار راح يكون هو البي،
او نسميه الايماجينري بارت. فعندنا نجمع الحقيقي مع الحقيقي، اي زائد ان سي كل زائدا دي زائدا دي الكل في اي. فنجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. نفس الشيء بعمليه الطرح، نطرح الاي من السي زائدا نطرح البي من الدي. شوفوا هاي الزائد مو معناها احنا عندنا اكو اي هنا، ايضا مو معناها انها عمليه جمع، لا، وانما هي انه باعتبار احنا البي ده نطرحها من الدي، فهذه الزائد هي اشاره. وسبعد بعدين يطلع هنا نتيجة الطرح يطلع سالب، راح يطلع السالب خارج القوس. خلينا نشوفه بالمثال التالي. نجي نشوف المثال، واحد ناقصا اي، اطرح لي وعندنا العدد المركب الثاني 4 زائد 7 اي، فاجمع زد 1 زائد زد 2 واجمع لي او اطرح زد 1 من زد 2. نجي اول شيء نجمعهم، راح نجمع الحقيقي مع الحقيقي، 1 زائد 4 يصير 5، وعندي سالب 1 هنا زائد 7 اي، يعني زائدا نفتح قوس اللي هو التخيلي زائد التخيلي، فيصير الناتج النهائي 5 زائدا 6 اي. اذا اردنا نطرحهم فنجي نفتح قوس 1 ناقص 4 اوكي سد القوس زائدا افتح قوس سالب 1 ناقص 7، فبالتالي راح يصير سالب 3 سالب 8 اي. اذا نشوفوا لاحظوا عمليه الجمع يعطينا عدد مركب شكل، وعمليه الطرح يعطينا عدد مركب اخر، نقدر نشوف تمثلهم على منحني الارجند بلين او منحني الاعداد المركبه. راح تلاحظ انه هذا راح يكون بالربع الاول وهذا راح يكون بالربع الثالث، مثل ما مثلنا قبل شويه، يعني تتحرك 5 و9 و6 هنا تتحرك سالب 3 اليسار وتنزل سالب 8. طبعا عمليه الضرب بالاعداد المركبه البرودكت او المالتيبليكيشن اوف كومبلكس نمبرز، عندنا عدد مركب زد 1 وعدد مركب ثاني زد 2، كل واحد رموزه تختلف عن رموز العدد المركب، عند ضربهما راح نوصل الى قانون انت تقدر تضرب تفتح الاقواس. طبعا نعرف ان نضرب قوسين هو عباره عن كل قوس ب مجهولين، فنفتح الاقواس نضرب الاول في الاول زائد الاول في الثاني، ايضا نفس العمليه هنا، الثاني في الاول زائد الثاني في الثاني. من نضرب الثاني في الثاني ايش راح يصير؟ طبعا هاي راح تكون هاي العمليه بالشكل التالي، من نضرب الثاني في الثاني بي في دي في اي سكوير، والاي سكوير هي قلنا سالب واحد، فراح تروح تصير سالب بي دي. هاي رايح هنا بالمسح شباب بس بالسكنر. فاذا عندي نجي هسه بعد ما كملنا عمليه ضربنا الاول في الاول اي في السي، الاول في الثاني زائد الثاني في الاول الثاني في الثاني، راح يكون عندنا هنا من الريال اي في السي، وهنا عندي سالب بي دي راح نجمعهم واحد خليهم واحد، لان ذولا ريال ما بهم اي، واللي بي اي نسحب من عنده اي عامل مشترك ونسوي هذا الجزء. وبالتالي راح نوصل الى قانون، شنو هو القانون؟ عند ضرب عددين مركبين مثل هو اي زائد اي بي في سي زائد اي دي، نجي شو نسوي ويساوي؟ نفتح قوس الحقيقي في الحقيقي راسا ناقصا التخيلي في التخيلي مال الثاني، حقيقي اول حقيقي ثاني، يعني ريال 1 ريال 2 ار 1 ار 2 ناقصا ايماجينري 1 ايماجينري 2 زائدا افتح قوس حقيقي تخيلي ار 1 اي 2 يعني ريال 1 في ايماجينري 2 زائدا ايماجينري 1 ريال 2 بي في السي، سد القوس حط له اي. فانت هذا قانون تحفظه مباشره وتفتح الاقواس، هذا الشيء يرجع يمك. عندنا مثال تالي، عندنا عددين مركبين اوجد حاصل ضربهم، فنريد نوجد حاصل ضربهم بالاعداد المركبه، نطبق القانون اللي هو نقول نفتح قوس حقيقي في حقيقي سالب 2 ناقص ناقص، لازم اشاره ناقص نخليها، تخيلي في التخيلي 3 في سالب 5 اللي هو سالب 15، يعني هسه بعدين راح يجي ناقص عن ناقص يصير زائدا اي نخلي عامل مشترك حقيقي في تخيلي سالب 1 في سالب 5 اللي هو 5 زائدا 3 في 2 اللي هو تخيلي الاول في حقيقي ثاني اللي هو 6 الكل اي. بس هنا عمليه هنا ايش راح يصير؟ سالب 2 زائدا 15 اللي هو 13 زائدا 11 اي، وهاي عملية الضرب نقدر نمثلها أيضا على الأرجند بلين، يعني وين كانت الزد 1 وين تصير زد 2 وبعدين الزد 3 اللي هي حاصل ضربهم هو عدد مركب يختلف عن الأول والثاني. نجي بالنسبة لقسمة الأعداد المركبة، أوكي الديفيجن أوف أو الكيوشنت أوف كومبلكس نمبرز. إذا أردنا نقسم عدد مركب على عدد مركب ثاني راح نلاحظ انه ما ممكن نقسم بصوره مباشره، لانه المقام راح يكون عباره عن سي زائد اي دي، اي انه يتكون من جزئين وما ممكن نجزئ المقام، فنحتاج انه نختصر المقام. شلون نختصر المقام؟ اكو شيء اسمه الكونجوكيت المرافق، ماخذين انتم بالسادس علمي وماخذين بالصناعه وماخذين بالمعهد وكل مكان ماخذين سابقا، فماكو حجه انه انتم ماخذين هذا الشيء. الكونجوكيت او العدد المركب المرافق اللي هو زد داش او زد بار هو عباره عن نفس العدد المركب معكوس إشارة الحد الوسط. فنجي عندنا أي زائد أي بي، إذا أردنا يعني نريد العدد المركب شو نسوي؟ نقسم على عدد مركب ثاني، نضرب
البسط والمقام في الكونجوكيت مال المقام، وبالتالي ايش راح نختصر؟ لانه اي عدد مركب اذا ضربته في الكونجوكيت يعطيك الحقيقي سكوير زائد الايماجينري سكوير. خلينا نشوف هذا الشيء بالعمليه التاليه. يعني شوف هسه عندنا عدد مركب اي زائد اي بي، الكونجوكيت مالته هو اي سالب اي بي. فبالتالي اذا اردنا نقسم عددين مركبين شو نسوي؟ نضرب البسط والمقام الدومينيتر اند دينومينيتر باي ذا كومبلكس كونجوكيت اوف ذا دينومينيتر للمقام، وراح نشوف شو يطلع عندنا. خلينا نشوف المثال التالي. قسم لي العددين المركبين سالب 1 زائد 3 اي على 2 زائد 5 اي، وحصل لي يعني نتيجه القسمه من قسم اريد يكون بالشكل التالي. طبعا لازم انه نقسم، ما ممكن نقسم بصوره مباشره، لذلك يتكون المقام من جزئين. فنضرب البسط والمقام في الكونجوكيت اوف ذا دينومينيتر المقام، اللي هو ايش قد راح يكون؟ 2 زائد 5 اي، شنو المرافق مالته؟ 2 ناقص 5 اي في 2 ناقص 5 اي، يعني كانما ما ضرب نفس الشيء، يعني هذا المقدار من تختصره ويا نفسه راح يبقى واحد. يعني انا ضربت في 4 على 4، اكو فرق؟ نفس الشيء، ما سويت شيء، بس العمليه وراح تاثر، المقام راح نتخلص من الكومبلكس ويكون عندنا رقم واحد. هسه نجي نضرب البسط، في البسط هذا عمليه الضرب راح تكون هي عمليه اعتياديه، نفتح قوس حقيقي حقيقي ناقصا تخيلي في تخيلي، زائدا افتح قوس حقيقي واحد تخيلي اثنين زائدا تخيلي واحد حقيقي اثنين، ونسحب اي عامل مشترك. من نضرب المقام في الكونجوكيت مالته قاعده ثابته تقدر تثبتها انت ايضا تحققها، اللي دائما عند عمليه الضرب من تضربهم راح يصير عندنا يختفي الجزء التخيلي، فيصير فقط ريال سكوير زائدا ايماجينري سكوير، يعني 2 تربيع زائد 25 تربيع زائد 5 تربيع اللي هو 29 المقام. وبالبسط راح يكون عندنا 13 زائد 11 اي. فهنا انا بعد ما تكون عندي المقام الرقم واحد راح نقدر نقسم البسط على المقام ونوزع، يعني نوزع البسط على المقام، فيكون الريال 13 على 29 زائد الايماجينري 11 على 29 اي، اللي هو تحول لي الى هذا العدد المركب. هذه عمليه القسمه. مثل ما قلت لكم كل عدد مركب الكونجوكيت مالته هو نفس العدد، بس اشاره الحد الوسط تكون او اشاره الجزء التخيلي سالبه. فاذا ضربنا عدد في التخيلي مالته في الكونجوكيت مالته راح لاحظوا انت تقدر تفتح الاقواس وتتاكد، راح يصير عندنا يتحول يصير عندنا مثلا هو اي، شوف هسه هنا اي ناقص اي بي زائد اي بي من نسوي الجزء الثاني مال التخيلي. فبالتالي راح يختصر يبقى فقط ريال في ريال زائد ايماجينري في ايماجينري او سالب ايماجينري في ايماجينري، اللي هو يصير سالب بي سكوير في اي سكوير سالب سالب بي سكوير يصير زائد بي سكوير. طبعا الكونجوكيت له خواص معينه، بس هنا اذا ضربنا يعني عندنا الكونجوكيت عدد المركب المرافق في بعض الخواص اللي نقدر نطبقها ونستفاد من عندها في بعض القوانين. مثل ايش؟ مثلا اذا عندنا جمعنا عددين مركبة the conjugate of the addition of two complex number is equal to the addition of two conjugate numbers. يعني اذا عددين مركبين اخذنا حاصل جمع مترافقيهما يساوي حاصل جمع مترافق العدد المركب الاول زائد مترافق العدد المركب الثاني. هاي تقدر تثبته، تفرض اي زائد اي بي، وهذا تفرض سي زائد اي دي وتطبقها وتسوي هاي العمليه. ايضا نفس الفكره، عمليه ضرب عددين مركبين مترافق حاصل ضرب عددين مركبين يساوي مترافق العدد المركب الاول في مترافق العدد المركب الثاني، او مرافق نفس الشيء اللي هو الكونجوكيت اوف ذا فيرست كومبلكس نمبر مولتبلاي باي الكونجوكيت اوف ذا سكند كومبلكس نمبر. اوكي، عدد مركب مرفوع الاس ان الكل كونجوكيت يساوي ان الكونجوكيت مال عدد مركب الكل مرفوع للاس ان. هذه الخواص تقدر انت تثبتهن ايضا رياضيا او هي تجيك بروف، انا كنت سابقا اجيبهن ككويز او هوم ورك تقدر تستفاد منهم. اكو شيء اسمه المودولس اوف كومبلكس نمبر. شنو هو المودولس؟ اللي هو نصف القطر، وبعدين راح نتعرف عليه من ناخذ البولر فورم اوف كومبلكس نمبر المحاضره القادمه او الفيديو القادم. المودولس هو بالحقيقه نصف قطر او المسافه ما بين المركز الاصل ونقطة العدد المركب، احنا مو نتحرك مقدار الاي باتجاه اليمين اذا كان موجب ونصعد للاعلى اذا كان موجب ايضا للايماجينري بارت ثبتنا نقطة، فعندنا الوتر اللي يوصل بين نقطة الاصل وهذه النقطة تسمى شنو؟ المودولس او يسمى الابسوليوت اوف زد القيمة المطلقة، اللي هو لو نلاحظ هذا لو سوينا خط مثلث فراح يصير الوتر يساوي اي سكوير زائد بي سكوير تحت الجذر، وبالتالي المودولس او مثل ما سميت لكم اياه الوتر العدد المركب هو عباره عن لو نجي نلاحظه هو يشبه زد في زد داش، بس شنو؟ الكل من تحت الجذر، واضح؟ يعني زد في زد داش هو اي سكوير زائد بي سكوير. فاذا انا عندي هذا مطلق الزد، اذا شو سوينا جذرناه او زد في زد داش الكل يعني هذا هنا اذا عفوا هذا ربعناه راح يساوي لنا زد في زد داش، وهاي تقدر تثبتها. شكرا لكم، التقيكم بالفيديو القادم ان شاء الله.